موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 الا ربع ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غنتكلموا على طرق الوقاية من الأمراض والحشرات خلال المرحلة ديال الإتمار ديال الأفوكادو وتكوين الفاكهة. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه كتصاب الشجرة ديال الأفوكا بزاف ديال الأمراض والآفات، لكنها كتعد سهلة في المقاومة. فهناك الحشرات القشرية اللي كينحصر الضرر ديالها في الامتصاص العصارة النباتية وضعف الأشجار، وكتعد المقاومة ديالها أحيانا مكلفة، وكيتم الرش بأحد الزيوت المعدنية بمعدل 2% مع إضافة الماليثيون بمعدل 1.5 بالألف، وذبابة الفاكهة اللي خاص المقاومة ديالها قبل الجني ديال التمار. وكاينه حشره التربس اللي كتسبب اضرار كثيره متمثله في ضعف الاشجار وتشوه الاوراق. واخيرا كنلقاو النيميتودا اللي كتنتشر، لكن الخطوره ديالو ماشي كبيره بحال اللي كتكون في الحمضيات. ومن الامراض الفيروسيه اللي كتصيب هاد الشجره كاين التبقع الشمسي اللي كيسبب خسائر كبيره، لذا من الواجب اختيار دقيق البراعم باش نتجنبوا هاد المرض، واستبعاد الاجزاء الملوثه لمنع انتشارها ضمن البستان او الحقل ديالنا ومن شجره اخرى. ويمكن التقليل من الاصابه باجراء التطعيم باللصقه اللي كدار الجدوله. خوتي خواتاتي الفلاحه، أما بالنسبة لمرض الذبول فيمكن تجنبه بعدم زراعة محاصيل معروفة بالإصابة به بحال البدنجال واللي كيكون القرب ديال الأفوكا. ومن الأمراض الفيزيولوجية اللي كتصيب الأفوكا كاين لفحة ديال الشمس وموت الأطراف اللي بقى جديدة وارتفاع مستوى الماء على الأرض وتشقق الثمار الناتج عن اختلال في التوازن المائي نتيجة عدم انتظام السقا أو السقا في أوقات شديدة الحرارة في الأراضي الرملية خاصة. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.